السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا، داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، كيف ما لاحظتوا في العنوان في هذا الفيديو، فغادي نطرقوا لهذه المستجدات الجديدة في قضية دنيا باطمة وفي الحديث القائم بخصوص الجوائز اللي قدمتها أو لا التي يقال أن قدمتها وزارة الثقافة إلى زمرة من التافهين وزمرة من الأسماء التي تنشط على تيك توك والتي يعني تسمى بالمجموعات ذات المحتوى التافه. ففي هذا الفيديو إخواني أخواتي غادي نسلطوا الضوء على هذا الأمر، لأنه تواكب وتزامن يعني مع تتويج دنيا باطمة بجائزة النجم المغربي، هذه الجائزة المحدثة من طرف النقابة ديال الفنانين، هذا النقابة اللي دارت هذه الجائزة السنة الماضية. فهذا الحدث كيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي، يعني سبق لي سلفا انني يعني تشاركت معكم خبر او لا يعني التحليل ديال ان دنيا باطمه هي اللي غادي تفوز بهذيك الجائزه والمعيار، علاش كنت قلت هذا الامر. لكن في هذا الفيديو يعني في هذه 24 ساعه الاخيره فظهرت يعني مجموعه ديال الاراء ومجموعه ديال وجهات النظر، ولا حديث ولا نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الجائزه وبخصوص هذا المهرجان بصفه عامه او هذا الحدث بصفه عامه، واللي يعني كلها كتصف التوجه ديال ان هذاك الشيء كامل يعني ما كيشرفش وزاره الثقافه وما كيشرفش يعني هذه الوزاره وما كيشرفش يعني الفنان المغربي، لانهم شافوا بان تكريم مجموعه ديال الاشخاص اللي كينشطوا على تيك توك واللي يعني معروفين بمصدروا التفاهه. فهاد الامر خلى ان الراي العام المغربي يعني واخذ واحد النقاش وكيرسل مجموعه ديال الرسائل الى الجهات الوصيه من اجل يعني ان تاخذ بعين الاعتبار ان الفنان عنده قيمته، ان يعني السمعه ديال المغرب كتخدش من خلال بحال ما هاد التدويجات. ففي هذا الفيديو اخواني اخواتي غادي يعني ندخل معكم في النقاش وغادي نعطيكم يعني الراي ديالي وتحليلي، وغادي نوضح شي امور لان العديد والعديد يعني كيتكلم وهو عايش تحت الخلط. وهنا يعني خاصكم تفرقوا ما بين انني يعني كندافع على هذه الزمره ديال التافهين او لا شي حاجه، وانما غير باش نوضح لكم الامور كيفاش كتمشي بالطريقه المؤسساتيه. فوزاره الثقافه غير معنيه يعني بالجوائز، وزاره الثقافه لا تتحمل مسؤوليه الجوائز، وزاره الثقافه كيجيها طلب كتصادق عليه طلب، ما كيكونش فيه شنو اللي غادي يدار ولا شنو اللي ما غاديش يدار ولا شكون اللي غادي يتوج، كيجي طلب ديال تنظيم واحد النشاط وكتدخل معك في شراكه بطريقه مؤسساتيه. انت كتمشي كدير النشاط باعتبارك انك جمعيه، كتمشي كدير نشاط تكرم اللي بغيتي، دير اي حاجه بغيتي في هذاك النشاط. وزارة الثقافة اللي كيهمها هو أنك أنت تكون قائم الذات، أي بمعنى يعني يكون عندك مكتب، يكون عندك أغلبية، نظام ديال الأغلبية وهذه الأمور، يكون عندك لائحة أعضاء ديال المكتب، يكون عندك قانون أساسي كجمعية باش تدخل معك في هذه الشراكة هذه، يعني حدود العلاقة حد هنا. هذا الميدان هذا راه ممكن ان تكون نقابه اخرى ديال الفنانين، ماشي بالضروره كاينه نقابه اللي كتمثل، لان القانون فاتح المجال لتاسيس النقابات وتاسيس التعاضديات وتاسيس الجمعيات. فلهذا ما تشوفوش ان نقابه يعني كتمثل الفنان، وانما كتمثل هذيك الجمعيه بالضبط وهذوك الاعضاء اللي دايرين هذيك النقابه. فخص يعني الوعي بالجانب المؤسساتي، انا كنشوف يعني العديد يعني كيغفل هذه المسائل هذه، او العديد يعني ما عارفش بخصوص هذه المسائل. فوزاره الثقافه هي بوحدها هي الدور ديال المصادقه. يمكن نقدر نقول لكم بان وزاره اخرى تقدر تكون على علم بنوعيه الاشخاص اللي غاديين يتوجوا، ربما اللي هي وزاره الداخليه، لان حتى هي عندها واحد الدور يعني بالترخيص، وكتكون على علم بحكم انها وزاره الداخليه كيف ما كتعرفوا اخواني اخواتي اعوان السلطه وهذه الامور، ولا بد ما كيتم اشراكهم في هذه الاحداث لانهم خصهم يحضروا ويشوفوا، ولكن غير تديروا التقارير ما عندهمش حق التدخل، غير تديروا
تقارير بان راه فلان تم تكريمه وهذا تم تكريمه او لا هذا غادي سيتم تكريمه او لا هذا سيتم تتويجه، ولكن ما عندهمش حق في التدخل، وانما التقارير باش يعرفوا حتى نسبه الوعي ديال يعني هذوك الناس اللي منظمين هذيك الامور والابعاد ديالهم وكل هذه الامور هذه، ولكن ما عندهمش حق التدخل لاننا في بلاد مؤسسات وبلاد الديمقراطيه، ما دام ان يعني الامور يعني غادا في هذاك الجانب ديال الحريات والحقوق التي تحترم القيم، لان مهما كانوا هاد الناس مثلا تيديروا التفاهه، ولكن كيديروا التفاهه اللي عاد تاثر على العقول، ماشي كيديروا سلوكات تخديش الحياه او لا كيتجاوزوا الخطوط. الناس اللي كيتجاوزوا الخطوط فكيتطبق عليهم القانون، وبلا ما نضرب لكم الامثله يعني الامور راه واضحه اخواني اخواتي. التفاهه ما تربطوهاش بالامور الاخرى اللي عندها علاقه بالقيم وهذه الامور، وانما التفاهه انا دائما كنحط لها تفسير ان الانسان كيعطي على قد المعرفه ديالو. لهذا فكنطالب مؤسساتيا ان هذا الاطار هذا ديال السوشيال ميديا انه يتنظم، ماشي باش تكون رقابه اكثر، وانما باش تكون المواكبه، باش تكون المواكبه وزرع واحد الفكر جديد في عقول الشباب، لان هادو اللي كنشطوا وكنقولوا لهم تافهين، هادو التافهين هادو ناس ما عارفينش، ناس ماشي اونيفو، ناس ماشي عندهم واحد الوعي، ماشي كلنا غادي نكونوا احنا يعني في هاد الوعي. وحتى هادو اللي كينتقدوا كيقولوا هادو تافهين، فإلى ناقشتهم انا من الجانب ديال معرفتي من المؤسساتيه بسير التنظيم بحال هاد المهرجانات والتتويجات، فبالنسبه لي انا كيبانوا لي الناس يعني ما عارفينش، الناس ما قارينش بهذا المفهوم، اذا حتى هما عندهم حد الدور في نشر واحد الفكر جهلي بهذا المصطلح وكنعتذر عليه للعقول ديال المغاربه. اذا حتى هما الى جانب المحتوى التافه كاين الجانب التضليلي، اصحاب المحتوى التضليلي، اذا الامر سيان. فهمتوني اخواني اخواتي، هنا لا اعاتب ولا انتقد بحده، وانما اوضح الامور باش ان يعني ما يبقاش هاد يعني التمادي في الانتقاد ووضع الامور، باش تكون نظره شامله حول كل المعطيات كي لا يظلم احد، من باب قول يعني الكلام السديد من اجل يعني خلق او لا احداث تغيير ولو بالجمل، لان الهدف ديالنا هو نشر الوعي ونشر وتنوير الراي العام، ماشي ركوب على الموجه وقول الكلام دون وضع اي اعتبارات وبنظره قصيره يعني البصيره. على اي اخواني اخواتي، فتبقى هذه الاحداث كلها يعني راه واضحه ومفهومه. كنتمنى اننا نشوفوا امور اخرى اللي فيها تكريمات ديال الناس اللي كيصنعوا محتوى اللي كيشرف بهذه البلاد، الى جانب بحال ما هذه الامور هذه اللي كتوقع بحال الحدث اللي وقع وهذه التكريمات اللي وقعت. على اي كنتمنى لكم اخواني اخواتي تمام الصحه والعافيه، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر، وخير الختام السلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.